الولايات المتحدة الأمريكية تريد تقليص للدور الإيراني في العراق، يعني هذا سيتم بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية أم أن الكاظمي سيعتمد على القوى العسكرية الموجودة عنده، وبالتالي سيدخل في صراع مع ما يسمى بالأذرع الولائية أو الفصائل المسلحة أو فصائل المقاومة التي ترتبط ولائيا وعقائديا بإيران؟ زين، محسوبة هذه الطريقة أم أنه هذا سيتم بالاتفاق والحوار بين العراق وبين القيادات الإيرانية؟ ما هو السيناريو الأقرب الذي سيتم به؟ هو الدور الإيراني تفسر أمريكا أنه قوة إيران هو في داخل الفصائل المسلحة الموجودة. إذن كيف يتم الانتهاء من هذا؟ بموجب أي آلية؟ هذا ما أعرف أنا شنو فرقها عن فصائل المقاومة عن السلاح المنفلت. هل أنهم أكو عندنا ثلاث أقسام مثلا، عندنا سلاح منفلت وعندنا في مقاومة وعندنا يعني سلاح شرعي؟ ما أنا ما قاعد أعرف. ولهذا يقول لك إحنا راح نجمع السلاح في داخل الدولة نحصره. هذا سمعناه من نور المالكي، وسمعناه من العبادي، وسمعناه من عادل عبد المهدي، وسمعناه الآن من الأخ الكاظمي، وما جرى أي شيء في هذا الاتجاه. ما قاعد ينجمع هذا السلاح لأن هلا ما ينطونه، مو بسهولة ينطون سلاحهم. فبالتالي المسلح متمسك بسلاحه. هل هناك باور عند الدولة أقوى من هذا الباور لكي يسحب هذا السلاح؟